قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف، وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة. ووصفت المتحدثة باسم المنظمة الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه مأساة، وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعد طواقمه الطبية.